الله جل وعلا يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا نص عام، لأن كلمة لا يفلح، يفلح فعل أتى في سياق النفي، وإذا أتى الفعل في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنه يفيد العموم كما هو مقرر في علم الأصول، لأن الفعل المنفي يتضمن مصدراً، ذلكم المصدر هو نكرة، والنكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط تعم. فدل هذا على أن الساحر حيثما توجه، ولذا أتى بكلمة حيث الدالة على العموم، أن الساحر أينما توجه إلى أي مكان فإنه لا فلاح له أبداً،